الحمد لله البارئ المصور الذي خلق هذا الجسد وهو أعلم بشفائه، وقال سبحانه وتعالى عن لسان نبيه: ما أنزل الله داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لمن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الملأ الأعلى إلى ربه، كانت الملائكة تقول: يا محمد أمر أمتك بالحجامة. الحجامة علم كبير واسع نبوي أقره صلى الله عليه وسلم وعمل به وأمر به عليه الصلاة والسلام. باب هو الهرم الكبير في السن الذي لم يقوم بأداء وظيفته. كما نعلم أن الدم له عمر افتراضي من 110 يوم إلى 120 يوم ثم يتلف بالملايين. أقر أهل الطب أنه كل 120 يوم تحدث ملايين الكريات الحمراء في مقبرة الإنسان، ألا وهي الطحال، وتتلف بعدما تمشي من مرحلة الكبد وتنقى. السليم منها يعاد إلى الشرايين والأوردة، والفاسد منها كما تعي العام يقولون الهرم الكبير. والعجيب منذ 14 قرنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحجم بالكاهل. هذه الفقرة نبدأ نضع الكاسات الكأس على هذا ونضغط ثلاث ضغطات تبدأ، ثم الثانية، وهذه تسمى رقمها 1 في كل علم الحجامة. كل من درس الحجامة رقمها 1، وهي إثباتا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني رقمها 55. طبعا رقم 1 تدخل فيها الرأس وما حوى. رقم 2 عدة مدارس فيها، من ضمنها إنها تعالج الخمول والكسر، حنرى المعجزة الآن في هذه الأمور. الأمر الثالث تحت الكتفين، لأنه منطقة ركود، 22 و21 أرقامهم المتعارف عليها. طب وإيه الفرق؟ لو لاحظتي معي أن المنطقة هذه محمرة أكثر من اللزوم، والمنطقة هذه خف، والمنطقتين دي برضو محمرة بس أقل من هذه. ده معنى إيه؟ ده يوجد هنا دم، معناه في كمية من الدم الهرم الكثير، وده ممكن يوجد منه على حسب، لأن المنطقتين دي موجودة فيها حوالين دي المنطقة هرمة من هنا إلى هنا. هيبين معانا الآن من كده كده ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين التشريح؟ توجع؟ ما تحركش، ما تحركش، مش عارف حد بيعزيني. استنى، ايوه، ما هي تشريط زي التطعيم كده. فاكر التطعيم اللي كنا بناخده احنا صغيرين؟ كنت بجري دايما. كنت بتجري؟ انا ونلاحظ خروج الدم. عارف علميه متعارف عليها، التطهير المبدئي يلغي هذا الامر، لان هناك في حاجه اسمها صفيحات دمويه تخرج في الفور تقفل الجرح تماما من هذه الناحيه، لانه اساس الحجامه هي على تنبيه الاعصاب وشروق في السطح الجلدي لإخراج الدم الهرم الموجود. وهناك فرق بين التبرع بالدم والحجامة، فرق شاسع. أما الحجامة فهي إخراج الدم الموجود على سطح الجلد، لأن هناك شبكة لمفاوية سائل بلعمي يبلع الشوائب الموجودة. أما التبرع بالدم فتخرج أغلب الكريات الحمراء السليمة الموجودة، أما الموجودة اللي في سطح الجلد كما بحثنا في هذه المسائل وأبحاث أغلبيتها